السلام عليكم، صباح الخير. بروح ان شاء الله الحين اسوي سبير فيشنج ونشوف شو الترتيب، اذا بنصيد ولا لا. اوه ما ادري، سالت على السمك اللي شفته البارحه من السيفه، قال لي اول ما بتنزل بالسبير قام بيشردون يعني عنك، ولكن ما ندري ونشوف. هم اخبر يعني، دام انهم عايشين هني فهم اخبر يعني. الحين الساعه 10:44 الصبح، مسير المينا وان شاء الله خير، وفالنا التوفيق يا رب. زحمة سياكل. هذا السيت اب بوي، عندهم شيء ثاني ما دلشوا داخل، بس مو بهو يعني ما اعرف شو. والحبل العادي هو حبل نايلون هذا، وبنشوف الحين كيف الترتيب. ترى عادي انت تسوي سنوركلينج وهاي خط فوق راسك يعني دير بالك. شوف المكان كله لحوف، كله مرجان. خل من السيفة مستمتع. طبعا السمك اللي على طرف المركب هذا اعتقد يسمونه ميد نايت سنابر، ولكن احجامهم جدا صغيره، والسمك كان وايد بعيد. السمك كان ما يقارب بطريقه فظيعه، يعني مستحيل السمك تقارب، حتى لو كانت سمك كبيره السمك كان يخاف بطريقه كبيره. فاضطرينا ان نرجع مره ثانيه على اللحوف او على المرجان، وغيرنا تكنيك الصيد. نفس ما تشوفون المسدس طايح تحت، قمنا نفر المسدس من فوق خليه ينزل شوي شوي. كملنا 3 ساعات ما صدنا ولا شيء، وبعدين قررنا ان بنصيد اي سمكة خطف صراحة ان بنصيدها. فبالنسبة لي كانت تجربة جديدة، تجربة صعبة، وصراحة كنت خايف لان مكان جديد ما اعرف في اي شيء يعني صراحة، ولكن اكسبيرينس كان يستاهل التجربة صراحة. اضطرينا نغير المكان للمرة الرابعة. نفس ما تشوفون المسدس ماله طايح تحت، فهو يخليه فترة. نفس ما تشوفون السمك بدأ يقارب بسبت المسدس، يخلي المسدس ماله فترة تحت، من يشوف السمك بدأ يتيمع أو يقارب من المسدس ينزل ياخذه ويرمي. ولكن بعد السمك من يشوفه كان يخاف بطريقة فظيعة. الموضوع كان جدا صراحة مزعج، وطريقة الصيد كانت صعبة بمعنى الكلمة. طبعا هني شفت ضرب سمكه، فقلت له خلي السمكه تحت على اساس انه يجمع السمك الباقي عليها. keep it leave it down.
ونزلت طبعا على سمك اللي هو ضربنها وبديت اشوف السمك، ولكن ما كنت اعرف شو نوع هذه السمكه صراحه، تشبه الصافي ولكن ما اعرفها، شوي اطول عن الصافي وتكبر اكبر. واللي صدمني في الموضوع المسدس اللي كان في ايدي، مسدس مع انه هاند ميد، صنع يدوي يعني بطريقه بدائيه، ولكن كان دقيق حرفيا. واخيرا بعد معاناة 4 ساعات صدنا سمكة، ولكن صراحة كانت فرحة يعني، حتى لو سمكة يعني حتى لو كانت سمكة صغيرة، ولكن بعد 4 ساعات من الغوص والتعب والكارنت وما تشوف السمك واللي تشوفه كله بعيد، واخر شيء تقدر انك تصيد ولو سمكة صغيرة، صراحة يعني فرحت صراحة. نزل مرة ثانية وضرب سمكة ثانية، ونزلت بنفس التكنيك، خلى السمكة تحت وانا نزلت مرة ثانية. وبعد اللي صدمني في الموضوع اني ضربت واحدة من بعيد وما توقعت ان الصيخ يوصلها، ولكن صراحة اني قدرت اني اضربها يعني، بما انها كانت بعيدة والمسدس يعني اول مرة استعمله وثاني ضربة، وما توقعت اني انا بقدر صراحة اني اصيدها، ولكن كان دقيق حرفيا المسدس. واختفى السمك عقبها، وردينا نغوص بنفس الطريقة، نفر المسدس وننزل وناخذ المسدس ونتريه اذا في سمك بيقارب ولا لا، ولكن للأسف ما في شيء. والأهم من هذا كله ان صدنا يعني، اخيرا شفنا كم سمكة وصدناها والحمد لله. وهذه طبعا حصيلة اليوم، هذا يعتبر صيد عظيم صراحة، الـ5 ساعات اللي غصناها والكارنت، ويعني السمك كان وايد صعب صراحة انك تصيده، تجربة جديدة جميلة، استمتعنا صراحة، غصنا في مكان جديد، تعلمت شيء جديد، والحمد لله.